باشا هو انا اعرف الارقام المتسجله عشان كمان اعرف اللي مش متسجله. عفاف ما زعلناش منك ها؟ بص يا باشا الحركات دي سعادتك بتاعت البتعه. دي مين البتعه دي؟ بتاعت الجمعيه يا باشا. جمعيتي عفاف. انا هحكي سعادتك على كل حاجه. بصي سعادتك اسم الله على مقامك كده. انا داخله انا ونسوان الحاره جمعيه صغيره كده على قدنا. البتعه دي بقى يا باشا الحكم دار بتاع الجمعيه، هي اللي بتقبض مننا الفلوس وترجع توزعها تاني. احنا نستعبط يا بت ودي انا هيخليها تكلمك من رقم غريب يا باشا. ما هي دي حركاتها يا باشا، هي كل ما تلاقيني بعوق في الجمعيه وتكلمني من تليفونها المحمول ده على رقمي وانا ما بردش تكلمني من ارقام غريبه يا باشا. قال ايه بتترصد لي؟ ماشي اسمع عفاف امرني يا باشا. انا هتصلي بالرقم ده دلوقتي، لو المحروس خليفه جوزك هو اللي رد هتقولي لي اللي هقول لك عليه بالظبط. عيني يا باشا تحت امرك. الله ما تهبط يا هور، قلت لك يا اخي عرفت لك كل حاجه عني، وخليفه كمان طلع عارف المعلم بتاعه. ايوه طب ما تتاخرش، هنستناك على اول الطريق. يلا سلام 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 سلام, سلام. ايه قالك ايه؟ هيجي ياخدنا بالعربية. مين؟ بنت مراتي. الو افوفة وحشتينا يا بنت، بسألش عنك ازاي؟ ده انا في سيرتك كل يوم. انت فين دلوقتي؟ انا جاية على الطريق من نوابع. طب خلي بالك انا مش في البيت. لا حصل شوية لبش كده وانت مش موجودة. لبش لبش يا اخويا كفالة الشر. هقولك بعدين. بصي انزل عند اختك انت وانا اروح مشوار كده مع درويش وهبقى ارد على طول. مشوار مشوار يا راجل. هقولك بعدين يا عفاف. اقطع درعي من لغلوغه الا لما كنت لايفلك على واحدة في غيابي يا خليفة. ايوه يعني رايح فين؟ واحدة ايه وليا؟ واللي يعرفك يعرف حد. يبقى تقولي المشوار اللي انت رايحه. رايح المولد، مولد سيدي تمار الاليوبي. فين يعني فين؟ ايوه فين ده يعني فين؟ الاليوبي ده هيبقى فين؟ في طنطا في اليوب. ايه ده؟ ايه صدى الصوت اللي عندك ده بت؟ يا راجل بقول لك جايه على الطريق، يعني صحرا صحرا صحرا. يا الصحرا فيها صدى صوت؟ مش في سراب؟ طيب يبقى في صدى صوت بس بيبقى قبل المغرب بثمان دقايق على حسب. هي جايه منين؟ هي جايه منين؟ من نويبع. يبقى ثمان دقايق. الحمد لله كنت هظلمها. لا عفاف ازعل افوفة. ماشي يا حبيبتي. عاطف نزلها الحجز. امرك يا ريس. باشا حجز تاني يا باشا يا باشا يا باشا. انا عايز اروح يا باشا. انا عايز ارجع على طريق اليوم. يخرب بيتك يا خليفه يوم ما شفتك.